اهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. اليوم الحلقه رح تكون كتير حلوه وحماسيه. اول اشي ما بعرف ليه حاسه حالي الي سنه مو شايفتك يا رب. عنجد صار فرقت معنا هذا اليوم. كيف حالك؟ احنا طبعا كتير بشتاق لك دائما. وانا والله بس اكيد على تواصل. بس احنا عشان كمان ما حدا يمل بالزبط. فاللي عم بيصير انه في تغيير احيانا بالحلقات وبالايام. فيارا يعني اليوم عم بيصير لكم حلاوه بحلاوه، كله سكر بسكر يعني. لا مش هيك، ومغذيات. وانا كتير بدي اتشكرك لانه بنعرف انه احنا هلا بشهر اكتوبر، شهر التوعيه لسرطان الثدي لكل امراه. بالضبط، لانه الحياه بدون المراه ولا شيء. عماد كل شيء. بزعلوا منا هلا الشباب، كلهم شباب. لا يعني هلا ايد وحده بتزقفش، بس مش رح نختلف انها ما تكونش بالبيت بخرب البيت. ايوه بالضبط صح. فاليوم اكيد في فوائد كثير كبيره للجوز. وانت اليوم عملتيها بتشكيل 2 3 4، يعني هم خلينا نحكي وصفتين اساسيات بس عملناهم باكثر من طريقه. فعملت لكم، رح اعمل لكم ان شاء الله كيكه الجوز. دائما بنطلب انه ياري اعملي لنا شيء بكريمه كمان نكمل تزيين الكيكه. حلو. فراح اعمل لكم الكيكه سواء نعملها الساده او نعملها بطريقه مزينه مثل هيك مع كريمه الجبنه بنكهها بالسولتد كراميل. وعملت البقلاوه، يعني ما في حدا ما بحب البقلاوه 100% والجوز تحديدا. عن جد انا ما بحب الحلو المقطر بس ما بتخيلي قديه زاكيه وهيك كريمين. لازم يكون هيك كريمين بكميه الجوز. لأفرجيكم كيف تطلع معها طبقات، معنا طبقاتها بهاي الطريقه، كلهم محمصين، ما في شيء مش مستوي وبقرش. بالضبط. هلا الاسرار رح نعرفها كثير. بالضبط هلا والحلو في يارا انه مش بس رح تعطينا الاسرار، عم تعطينا الافكار. يعني اللي ما بتزبط معها البقلاوه يمكن يزبط معها الرول. أيوة كبدايه بالزبط. يعني في اكثر من فكره. فاول وصفه طبعا رح نطلع مباشره عليها، ولكن بدي اذكر كل يلي بداوا هلا يتابعونا وكل يلي عارفين عننا كل شيء، احنا صرنا موجودين معكم بنقل مباشر كمان على صفحه عمان تي في كيتشن على الفيسبوك. وما تنسوا كمان تحضروا خفيانا وشو بنعمل بالكواليس على كمان صفحتنا على الانستغرام، اعملوا لها فولو. وطبعا شاركونا من خلال الشير والكومنت باي سؤال او اي استفسار ليارا. هنعمل اي وصفه اول شيء؟ هنعمل كيكه الجوز مع كريمه الكراميل. يلا كريمه الكراميل. ايوه كيكة الجوز بكريمة الكراميل رح تحتاجوا لمقادير الكيك 5 حبات من البيض ومعلقة صغيرة من الفانيلا، نص كوب سكر بني ونص كوب سكر أبيض، وثلاث أرباع كوب زيت الكرم، وتقريبا 2 كوب وثلث من الطحين، معلقتين صغار بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، معلقتين صغار من القرفة، ورشة كبشة قرنفل اختيارية، رشة جوزة الطيب كمان اختيارية، وتقريبا 1.5 كوب من الجوز المفروم، وكوب حليب الروابي مع رشة الملح. رح تحتاجوا كمان لنص كوب من السكر ونص كوب من المي ولمعلقة صغيرة قرفة. وما تنسوا لمقادير الكريمة رح تحتاجوا ل 100 جرام جبنة كريمية، 50 جرام زبدة طرية، و 2 كوب سكر بودرة.
شو يارا يارا يلا 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 عشان نعطي الوصفة حقها. طيب أول إشي رح نبلش، شفتوا فيه ثلاث مقادير، واحدة منهم اختياري بس زاكي إذا بتعملوها اختياري أسمع لك جوزة الطيب ولا لا مو هيك قصدي، قصدي كخطوات مقادير. أوكي. بس برافو هدول. طيب أول شيء رح نعمل الكيكة اللي هي هاي، بعدين عاملة أنا هون قطر هيك عشان نشرب فيه، بس منكه بالقرفة، كمية القرفة فيه كتيرة، وفوق رح نعمل آخر شيء اللي هي التغليفة أو الفروستينج اللي هي كريمة الجبنة نكها بالكراميل المالح. ما عندكم كراميل مالح بنحكي هلأ شو ممكن نعمل. تمام، فأول إشي نبلش بالكيك، وإنتوا بتعرفوا صورتوا كيف أنا لما بدي أعمل كيكة سبونجية خفيفة إيش ببلش؟ دائماً ببلش بالبيض مع الفانيلا، مع الفانيلا أكيد، السكر، وأنا مقسمته لسكر بني وسكر أبيض. ما عندكم سكر بني عادي بتقدروا تحطوا السكر الأبيض العادي. حابين شو بقولوا لك؟ بقول لك لازم أوصل لك المعلومة بتمارة، قولي يعني ليارا الألوان لحالها شتوية. عن جد حبيت كل بني. كيف أنا أربي لكم كل مرة شرشف وكذا؟ لا لازم أخبركم كل أربعة بتروح بتجيب لكم الورد فريش. عشان لازم أقول صراحة بالزبط. طيب هلأ رح نخفى على سرعة كتير عالية لحتى يتضاعف حجمه، بدنا نعطيه وقته، فيعني إذا بتحبوا ممكن نحكي إشي ثاني بس لازم ياخذ وقته. بده 5 دقائق رامي. يلا يلا انا خايفه هاي تكلك يارا. في سؤال يعني الخلط عم بيكون على اعلى درجه يعني. عشان بدنا حجم، بدنا فوليوم عشان تكون هشه وطريه. تمام، هلا ما بعرف اذا انتم عم تسمعوا صوت يارا، هي بدها طبعا تقول لكم بدنا فوليوم. هلا اللي ما عنده هذا الخلاط عادي الخلاط اليدوي بس مش بالايد عشان تطلع معنا خفيفه يعني، بس اعلى سرعه. اعلى سرعه. أوكي. اعلى سرعه هاي عشان نسمع اذا بدكم بس وصلت الطياره. وصلت الطياره اعلى سرعه مشان ما بتاخذ وقت كثير وبتعبي هواء بسرعه. حلو. عرفتي؟ يعني لما سموكي ملكه الحلويات زي ما عم بكتبوا لي هون الله يسعدكم مش مسحه يعني. وهون طبعا بدي اوصل لك تحيه من ام عادل بتقول لي يعني فعلا بدنا كيكه البهارات. هي هاي تعتبر هاي كيكه البهارات القديمه كانوا يسموها كيكه جوزة الطيب اصلا. ليه؟ بس يعني عشان فيها جوزة الطيب كتير انا كتير بحبها. مرت خاله لايهاب بوجه لها تحيه، دايما اول ما خطبت كانت دايما تعملها. هو ما بحب ايهاب الاشي فيه بهارات ومكسرات ابدا، فدايما يقول لي انا هاي ما بحبها، بقول له انا هاي اكثر اشي بحبها، كل ما اروح عندها تعملها. شفتوا خلافات الزواج البدايه دايما على ايش بحب اكل وانت شو لا هو ما بحب المكسرات والفواكه بالكيك يعني شوي تقليدي. بس انا بالعكس بحب الاشي فيه سبايسز، فهي هي بس انا زياده عاملت لكم اياها عشان ترتبوها هيك. عاملين هاي الفروستينج. انا كنت بدي اشوف بانه عم نخلط وبدنا نضيع وقت كمان يعني استغلك بالاسئله. ايش اللي انت حاطتيه هون؟ هذا لا هذا المدهون. دهنته بزيت وطحين لانه القالب كثير منقش، بس هو بالاصل احسن يندهن بطحينيه. طحينيه اللي انا هلا صابه فيه مدهون بطحينيه يعني. حلو. طيب ممكن اسامحكم كم دقيقه هلا. شكرا. تنفخ بس مش جاي تنفخ كثير. ما بقدر قلبي ما بطاوعني اغشكم. ما نادري بقول لكم يعني ما بعرف كيف انتم بتطبخوا وبتتغلبوا وبتنتفخوا مع الاشياء. لازم بالاخر نيجي احنا بناكل لقمه بنخرب الدنيا. صح، وانا بالعكس احلى شيء. طب لبين ما شوي صغيره بس بدي احكي لكم بالوقت مقادير القطر اللي حكيتيها تمارا. حطيتهم على الغاز وبحط معهم معلقه قرفه. فتتركوها لحتى تتكثف وتصير عنا بهاي الطريقه. بس كانه غامق القطر. غامق لانه بال طبعا مع عصره ليمون لانه بالقرفه وعليه شويه كبشه قرنفل وهيك. هذا رح نشرب فيه الكيكه. اللي عم بعمله هلا ما بدي احط عليه قطر لانه بدي احطه للبقلاوه. تمام حلو. طيب خلينا هلا نكمل. شوف الرغوه اللي طلعها البيض. هذا فوليوم مش رغوه، هذا هو هيك خلص صار سبونجي يعني. اها طيب هلا رح نحط اكيد زيت من كرم
وثلاث ارباع كيف بالله هاي ممتازه بدي اجيب منها للبيت عندي. هاي جبتها معي من دبي، انا بروح بنكوش على هاي الاشياء. الله يسامحك، المره الجايه صار لك وقت الضيق يعني. ما هو الوزن 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 المشكله بالوزن. طيب رح نحط ثلاث ارباع الكوب زيت. انتبهوا بس انه للسيارة على فكرة خففت السرعة بس هي بعدها بتخفق. ولما نحط الزيت دايما نحطه شوي شوي، ما ديروا دير، دايما بحكيها هاي المعلومة بس للتأكيد، لأنه بهبط الحجم اللي وصلنا له. اوكي. هلا شوفي مريم جبارة بنوجه لها تحية، بتقول لي كمان بدها التشوكلت بول. هلا أنا بهاي المناسبة بدي أستغل إنه في أكثر عم بشوفهم على السوشيال ميديا مثلا اللي بغطسوها بإشي، اللي بيعملوها زي الكيك أو اللي بيعملوها بالزبدة، فشو رأيك نعمل مرة هيك حلقة كلياتها؟ نعمل نعمل أفكار. إن شاء الله بنعمل. طيب بدي شوي أزيح هاي بس أفرجيكم. هلا بدنا نخلط المواد الجافة مع بعض. خلصنا نحن تقريبا يعني الكيكة، عشان نصبها بلكي قبل الفاصل. عندي الطحين سوري. اوكي. راح احط البيكنج باودر معلقتين صغار مثل ما حكينا. هيها البيكنج باودر. هيا تمام. وهاي البيكنج صودا نص معلقه زي ما محطوط بالوصفه. هلا ما بعرف، في ناس ما بيحبوا الكبشه قرنفل، الكبشه قرنفل والهاي، بس صراحه زاكي عشان تطلع زي ببين. ما حكيت خفيف هيك زاكي. كيف ريحة الخريف؟ لا بقصد انه في اشياء انتم بتحطوها. معلقتين قرفة بس قبل ما انسى سوري تمارا. ما بنحس بطعمها بس هي بتكون لا بتبين. كبش القرنفل اصلا كثير طعمته قوية، فبدنا نحط يعني يا دوب. وجوزة الطيب كمان، يعني شايفة هالقد كبش قرنفل. طبعا انا استخدمت هاي المعلقة، لا تستخدموا هاي للبيكنج باودر البيكنج سودا، لانه استخدموا دائما هدولاك. تمام. بس لانه انا نسيتها ومش هلا بدك تحطي جوز الطيب. طيب يارا احنا هلا قبل ما ترجع تحطيهم بس بدنا نعرف انك انت رح تحطي كل الاشياء الناشفه ونكملها بعد الفاصل. بدي هلا بدي احط الاشياء الناشفه مع الحليب ونقعد نخلط. ايوه زي ما دائما بنعمل. ما بعرف بتحبوا اكملها بالفاصل نكملها بس نرجع؟ لا عشان نكسب الوقت بنخلطهم. هاي شفتوا يارا. طيب. شو رح تعمل؟ هاي رح احط الجوز كمان معهم. نخلط، يعني شايفين كثير سهله. الكيك على فكره مو صعب، بس اهم شيء ننتبه. بس بلاش الكيك مش صعب، في وحده بتزبط معها كيك بسهوله. مش عارفه يا بتهبط يا بتنفخش. قال انا تمام. طيب وهلا رح خليني بس افرجيكم ضروري. اكيد حليب الروابي، رح نحط كوب من الحليب اللي هو 250 مل. كثير ناس بيسالوني دائما قديش هذا بالكوب. فبتقدروا تفوتوا دائما على جوجل على الانترنت وتحولوا بس. أوكي. اكتبوا كل شيء شو هو. طيب هلا يا جماعة أنا بالعادة بهاي المرحلة ما بحب أستخدم الخلاط عشان ما تعجن الكيكة. فشو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بناخد دقيقة، ناخد جزء من المواد الجافة ثلثها تقريبا ورشة ملح صح ما تنسوا. وأنا دائما هيك بخلط بإيدك. فولدينج هذا اسمه فولدينج. طيب رح نطلع بالفاصل يارا. أنا بقول أعطي والحليب بالتناوب. أوكي. بس ونرجع نذكركم بالخطوه وبكمل. خلص انا هلا رح اكمل زي اللي فرجيتكم اياه، بفرجيكم القوام لما يخلص. تمام. لسه في كثير طلبات انطلبت منك. هلا بعد الفاصل رح نرجع نحكيهم. أكيد. ما تنسوا تشيروا الحلقه على عمان تي في كيتشن. طبعا من جديد رجعنا لكم لكل يلي انضموا لنا هلا. اهلا وسهلا فيكم، فيكم تتابعونا من خلال شاشتنا على عمان تي في، وما تنسوا كمان مواقع التواصل الاجتماعي صفحه عمان تي في كيتشن على الفيسبوك يلي من خلالها بتقدروا تعملوا لنا شير وكومنت وتسالوا اي سؤال من خلال الوصفات ليارا مباشره. يارا ارجع ذكرينا قبل الفاصل شو وصلنا. عملنا الكيكه اللي هي كيكه الجوز. خفقنا البيض والسكر، بعدين ضعف حجمهم، بعدين نزلنا عليهم الزيت شوي شوي، خلطنا معهم المواد الجافه كلها مع الجوز والبيكنج باودر والصودا والطحين بالتناوب مع حليب الروابي. تمام. هي صار عندنا الخليط جاهز. شايفينه؟ شايفه لما يكون هيك هذا معناته لا مو ثقيل، بالعكس هذا هيك
يعني هذا شوي 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 الثقيل بيكون بمط، هذا طيب. ما بمط، هذا هيك بيعطينا القوام الفلفي اللي بتشوفيه بالكيكة. اللي دائما بنقول ليش الكيكة بتطلع معنا هشة او بتطلع معنا زي الخبز هشة طيب. زي ما اشتغلنا شفتوا كيف انا نزلت طحين بالايد. طيب انا بس بدي اقول لايمان ولمين كمان ولنور بالنسبه للمقادير، يا هلا ما رح تقدر ترجع تعيدهم من الاول. اعملوا سبسكرايب لقناه عمان تي في على اليوتيوب لتقدروا تحضروا الوصفه كامله، ويارا كمان رح تقدروا تشوفوا وصفتها على الانستغرام الخاص بصفحه عمان تي في كيتشن بتلاقوها كامله. طيب هلا عندي انا رح افرجيكم ارجع اعملها بنفس القالب، تقدروا تعملوها باي قالب اللي موجود عندكم. هلا رح فرجيكم انا خبزتها بالقالب القديم. واطي القالب ما بتفرق، اهم شيء الكيك يكون عندنا لثلثين القالب. حلو، دائما هاي المعلومه بنحكيها ليه؟ عشان ما ينحرق الاطراف بسم الله، ولا انه تصير ما شاء الله. شوفي ما احلاها كيف هاي، هيك بتكون عندنا سبونجيه. شوفي امبارح عملتها مش بهذا الخلاط، عملتها بالخلاط اليدوي. اوكي وشو اسمه، وعملتها بسكر بني لحاله. حبيت قوامها بالسكر البني والابيض مع بعض، يعني اللي زي اللي عملناها اليوم. الابيض بيعطي فوليوم اكثر. تمام، هلا رح نحطها بفرن محمى، لازم دائما محمى على 175 تقريبا 180، رح تاخذ حسب شكل القالب، هاي يمكن تاخذ من 35 ل 40. انا حاسه كثير بتغزوا فيها وبتشوفوا تاكدوا. طيب يارا بدهم منك تعمل لهم الكريزه. كريزه قصدك؟ الكريزه اسمها؟ عن جد؟ اوكي ما بعرف انا، اول مره بسمع اشياء غريبه. بحبها كثير. ايش هي عباره عن؟ انا طبعا مش ماكلتها من وانا صغيره. كريزه هي حلو السميد بس بكون لونه عليه صبغه. كنا زمان نروح من بيت خالتي الله يرحمها بالزرقاء. اي شيء. فابنها برضه توفى الله يرحمه، كان دائما واحنا صغار ياخذنا نشتري لها، كنا نكيف عليها يعني. بتعرفي اليوم بدي اياكي تعملي لنا الحلو العربي اللي بيكون بالبسطه، هذا اللي بيجي هيك بعرف شو اسمه، المقلي هذا، المقلي بيجي أوكي. لونه شوي على بينك وعلى فوشيا واشياء زي هيك. اوكي بنعملهم. طيب هلا شو رح نعمل؟ نعمل تغليفه الجبنه او اللي هي الكريم تشيز فروستينج. كثير ناس بيسالوني كيف تعمليها، كثير سهله هيها رح افرجيكم. اهم شيء رح نحتاج لجبنه كريمية اللي هي جبنة كريمية، يعني مش جبنة مالحة. رح تلاقوها بالسوق باسم جبنة كريمية أو كريم تشيز. أوكي. رح نحطها، تكون بدرجة حرارة الغرفة. تمام، وعندي هون زبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. رح نخلطهم، ما رح ياخذوا وقت، هذا كثير سريع، أهم شيء إنهم درجة حرارة الغرفة. كيف؟ طري عشان ما يكبتل معنا. بسم الله. طبعا يارا عم ببعثوا لي انه احكي لها ليارا قديش عندك ذكريات بالشتاء بريحه الكيك، انه تحسي بالدفى عن جد بالسحلب يعني. هلا أيوة. خطروا على بالي، ما هو الله يستر هلا نزلنا ما نرجع. يعني مينيمم انا يعني ذكريات وعايشيته مش ذكريات، انا بالمحل لو تفوتي عندي الريحه بتشحي من اول ما تدخلي المجمع. خطر لي هلا اذا فيكي مره زمان اكلت المارون جلاسيه. بتعرفي المارون جلاسيه مع الشوكولاته هي شيء فرنسي بيعملوه. أيوة. هو بالكستنة. ايوه فاعملي لنا هيك يمكن خلص على الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هاي شايفين كيف اذا الكاميرا بتجيبها، خلص صارت طريه بس هيك، ما بدنا اكثر من هيك. هلا رح انكهها انا عشان تلبق مع الكيك اللي نحن عاملينها بالسولتد كراميل. شو هو الكراميل المالح؟ هلا صار متوفر، في ناس بيقدروا يعملوه لحالهم، ما عندكم جيبوا الكراميل العادي ورشوا عليه رشه ملح. ما في مشكله لانه بالاخر هو هيك. ليه حطيته بالسولتد كراميل؟ هيك بيعطي بالانس للطعمه صراحه كثير زاكي. لو تشوفي يا يارا نبيل عماري تحياتي لك اكيد، بس يعني كثير الرساله طويله، حكى لنا عن الكريزه كيف بلشت من ايام الزرقاء وشو مقاديرها، فكان هيك عم بتفاعل معنا. زاكيه هي. طيب عندنا سكر بودره منخل ايسنج شوجر. اوكي ما تطحنوه، بتشتروه جاهز. دائما انا بصر على هذا الموضوع لانه مستحيل يطلع ناعم وخلص موجود يعني مش غلبه. هلا دائما انا بضيفه يعني بالمقادير مكتوب كوبين بس انا بحطه شوي شوي عشان اتاكد من القوام، مرات بحتاج اكثر مرات بحتاج اقل، نفس الوقت مشان ما يعبي الدنيا. حلو. هو انت بشكل عام يارا انا بلاحظ عليكي كل شيء بتعمليه بخطوات، يعني بتقسمي مثلا بتحط الكميه بتخلطي بترجع بتحط الكميه الثانيه. لانه في اشياء مرات ما بتكون بدها، يعني الطحين انواع لانه بيختلف. هلا شايفه مثلا هذا القوام، هيو
هذا بنقدر نغلف فيه. في كتير ناس بيسألوني كيف نغلف كيكة. أكيد مش تغليفة كيك كامل وتلبس عجين سكر، مش هذا التغليفة الصحيحة. بس بدي أعمل واصفة يارا لموضوع تغليفة الكيك، يعني حاضر كيف بدي أقنعك هلا؟ ما أنا قلت لك والله رح أعمل والله رح أعمل. لا بتعرفي طيب. لأني بفوت كمان عندك بتفرج أنت كيف بتغلفي هذيك يوم عاملة الكوكيز. ناوي تفتحي محل؟ أوف شفتك هذيك المرة عاملة كيكة اللي هو زي سيسم ستريت وحاطتي له الكوكيز. آه الكوكي مونستر هاي سماش كيك هي كانت هالقد هيك تمزحي سماش بين هالقد ما هي هاي الكيكه دائما هيك بتطلع بس لا حلوه الافكار فانا بتخيل انه كثير حلو كمان نفرجيهم كيف يطبقوها بالضبط في ناس هاويه يعني بالبيت بتحب تعمل بالعكس بتعرفي انا امبارح عم فكر عنا بالاردن مو عادي يعني بالنسبه للدول الثانيه سواء اللي بجنبنا او حتى برا عنا كثير ناس متعلمين موضوع تزيين الكيك وعن جد في كتير ناس محترفين عم بعملوا يعني بالبيت بجوز بعملوا بالبيت في ناس بيعندهم مشاريع صغيرة بس على الرغم من انه زمان اول ما بلشت انا مثلا ما كان في ادوات عن جد كنت اتغلب بس ما بتتخيلي قديش في عنا بنات فظيعين 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 كيف بكون عندهم موهبة الرسم كل موهبة مش رسم مرات شغل حرفي حلو يعني انا ما كنت برسم بس طول عمري بحب الاشياء اللي بتنعمل بالايد حلو يعني بقعد بطول عليها تماما طبعا لا بقعد شايفين انا ما حطيت السكر كامل هلا فرجيكم القوام طيب بدي استغل الفرصه وارجع هون طيب. طبعا اوجه تحيه للي انضموا لنا هلا بدي ارجع اذكركم كل هالتعب اللي عم تعمله يارا بيستحق انكم تشيروا الحلقه وترفعوها لعدد كتير كبير من يلي بتابعونا وكمان انتم بتحتفظوا فيها بالاكونت تبعكم لاي لحظه بترجعوا بتحضروا الفيديو اكيد طيب هاي خلصت صحة صحة عقلبك عندك ماي are you okay صحة طيب هلأ هاي بدي أفرجيكم القالب قلت لكم رح أخبزها بالقالب القديم هذا قالب والدتي كثير بحبه بدي أفرجيكم كيف بدنا نحطها عادي حتى هاي يارا بسألوكي إذا فيهم يضيفوا الجزر بتصير كيكة جزر لا على هاي الجوز بس يحطوا لها جزر ما بعرف هيك بدهم إذا ضاف الجزر بفرق كتير المقدار لأنه إحنا أوريدي الجزر شو بيعمل للكيكة بيعطيها رطوبة فإحنا أوريدي حاطين حليب تخرب يعني معنا يعني رح ممكن تخبص يعني الكيك بزبطش نقلف كتير فيه خلص في كيكات جزر في وصفات كيكات جزر فاعتمدوها هي يعني معناته خلص الجواب ما في داعي لانه بدكم تقيموا الحليب اوكي عرفتي وبدكم تشوفوا كيف توصلوا للقوام النافش هذا اللي بدكم اياه ليش مش قاعده تطلع وانا نازله من الصبح امدح في هالقالب وتبع ماما وقالب امي والله يخلي لي امي وشفتها على السوشيال ميديا هيها هيها طب يارا عن جد هلا لما لو انا مثلا بصير اعيط اني اكون تعبانه فيه وما يطلع انت كيف عم تطلعيه مستحيل ما تلزق مستحيل تلزق ثقه ثقه لا هذا القالب ما بيلزق لانه مدهون والله طيب كمان بدي احكي لك يارا هلا هي لما بتكون نفخت وانت قلتي نفخت قدرتي تطلعيها؟ طلعتها خلص تعطيني هذا الخشب بليز بدون الاغراض اللي كلياته؟ بدون اشيل الأغراض. الاغراض ايوه حاضر ابشري استني اشوف هذا بقلب يلا شوفي بقلب اهم شيء البردقانات اللي جايبتي لنا هذول عشان الحشبه هذيك فيها بردقان حلو. شايفين كيف هيك بنفك القالب وخلص هاي قالب خلصنا وقلبتيه بسم الله ما شاء الله اوه شفتي. بدنا بعد الفاصل يمكن نشوف كيف بدك تزينيه لانه صار لازم نطلع بالبريك يلا طيب رح نطلع بالفاصل بعد الفاصل خليكم متحمسين تشوفوا كيف رح تحشيها او كيف رح تعبيها يعني بدال القالب صار في قلبين وشوفوا قديش يارا كانت سريعه وكرييتيف عشان بتقول لي تمارا بتعرفي ما بدي قلبكم عملت لكم اياها كثير سمبل يعني دهنت الفروستنج اللي عملناه الفروستنج عليها وحطت بس هيك كم من جوزه على عيدان قرفه بقولها طب الجوز ما هي هويتها جوز قالت لي خلص هيك احنا كشفنا الهويه بدي افرجيكم هذا الجوز والله تعطيني العلبه يا تمارا قبل ما مبين اي هاي العلبه كلها ولا لا اللي مكرمل عملت جوز مكرمل مع هداك القطر اللي غليته قبل ما يبلش هاي شايفينه دوقي انا فكرت حتقولي بدي افتح لك هاي الدوقي يعني هيك هلا بفتح لك بس ماشي بس نصور هذا بس بالقطر اللي فيه قرفه حطيته اخر ثلاث اوكي اخر ثلاث اربع دقائق اوكي بعدين طلعتهم
وحطيتهم بالفرن شويتهم هيك 5 دقائق. شوفوا احلاهم. اسمعوا بتقدر كاندي يعني اعملوه خلوه عندكم بالبيت. بتعرفي ذكرتيني بالبوب كورن بالبشار. نفس الشيء. طيب شو رح نطلع هلا بالوصفه الثانيه عشان بعدين ما تنسي؟ قالوا لي ادوقها وافتحها على الهواء. حاضر من عيوني. شو بدنا نعمل هلا؟ هلا بدنا نعمل كولاج. يا سلام. الجوز هداك؟ عن جد زاكي هداك هداك وهذا هلا فرجي. يلا على الكولاج. بقلاوة الجوز رح تحتاجوا لعلبة من رقائق الفيلوبيستري بالإضافة لل 250 جرام من الزبدة أو السمن المذابة و500 جرام جوز مفروم ومعلقة صغيرة قرفة وربع كوب من القطر. أما مقادير القطر رح تحتاجوا ل 2 كوب سكر و2 كوب مي وعصرة ليمون ومعلقة صغيرة مزهر. طبعا اول مره روز عم بتتابعنا من دبي، بس بشكل سريع جاوبيها كميه الطحين اللي حطيناها بهاي الكيكه. بالكيكه كوب وثلاث ارباع، كوب وثلثين. لانه وتلتين. انا كل كوب وثلثين بالضبط. اوكي طيب قراتي انت المقادير صح؟ قراتهم. طيب بدي احكي لكم اهم سر في هاي البقلاوه بصراحه. هلا في ناس اللي بحبوا السمنه بيقدروا يعملوها بالسمنه. والسمنه اللي انتم اختياراتكم من السمنه اللي بتحبوها، تمام؟ انا بحب الزبده معها صراحه، بس ايش بعمل؟ بسيح الزبده، هاي الزبده بسيحها بتركها شوي تنزل المواد الصلبه فيها اللي هي الحليب. فبتصفي عنا بس الزبده السائله من فوق اللي هي بتشبه السمنه. حلو. اوكي هذا الاشي ما بيخلي الزبده تحمض، ما بيخلي بخليها تعطي طعمه هاي الكرنشي، بنفس الوقت قريبه من اللي بتاكلوها بالسوق. جربوها كثير زاكيه، ما تسيحوا الزبده وتخلطوها، خلوها شوي ترتاح. والله هاي تب كمان يا يس. هي كثير حلوه الفكره، كلاريفايد باتر بسموها. كثير يعني كثير الزبده بتدخل بوصفات بهاي الطريقه، بتتسيح بس ما بتغلي. بتصير تحت الرواسب اللي هي المكونات الحليب تبعتها ابيض. هلا بفرجيك لما نصفيها كيف تطلع وبتستخدموها. حلو تمام. هاي انا سيحتها، خليها شوي لبين ما افرجيكم شوي الرقائق. عندنا هون رقائق الفيلو بيستري، رقائق الرقيقة، رقائق الكولاج اللي بتعملناها مرة بحلقة الأوزي. هدول هم شايفينهم، في نوعين بالسوق، بيكون إشي رقيق وإشي سميك. رح تلاقوا أصلاً اللي الرقيق بيكون مرسوم عليه بقلاوة، هو أزكى عشان يضل كرنشي. أهم إشي دائماً وبتعرفوا لازم دائماً يضل مغطى. أوكي اللي رح نعمله سهل كتير. هلا هي بتتغطى بس عشان من باب التسكين انها بتنشف كتير بسرعه، وبما انه جايبها كمان يا رقيقة حتى شفتي اطرافها حتى بالطريق يعني. هلا بالنسبه للحشوه جوز، وبرضه جربت امبارح طريقتين، خليت الجوز اخشن، حبيت اللي الاسهل للشغل الانعم. تمام. هي عندي هون الجوز. اوكي راح احط معه اكيد قرفه، رشه خفيفه. انا الجوز واللوز بحسهم مش معقول بحبوا القرفه. كثير زاكي الجوز بالزاكي. اللوز بالبقل والبردقان. والله كثير زاكي حلو البردقان. طيب هلا انا عندي هون تقدروا تحطوا قطر عادي وتقدروا تحطوا من هذا القطر، بالله اغلبك يا جننتك اللي هو حاطه فيه قرفه. يلا بانك حطيتي قرفه خلينا بدل ما تحطوا بقرفة. فيكم تحطوا سكر على الحشوه. تمام، بس انا ما بدي احط سكر، بدي احط قطر. اوكي واحركها يعني هيك قد ما حاطه انا بالمقدار عندكم. نغلبك. طبعا شوفي انا بس بدي ارجع اقول لكل اللي بتابعونا انه يعني لو كنت كست بيت بتعرفي تعملي البقلاوه بتعمليها بطريقه معينه، مش غلط كمان تشوفي وصفات جديده وطرق جديده. يعني انا قصه القطر اللي بالقرفه هاي صراحه كثير عجبت فيه. اسمعوا بعدين اعملوه خلوه عندكم يعني بالزبط. يعني خلوه طول الشتاء ما بصير له شيء. انا دائما ماما كانت لما اي شيء خاصه برمضان انه في كثير قطر، كله تنعمل اول رمضان ويضل هيك كل اللي اللي بفرز لرمضان بلبس الموسيقى قبل رمضان. لا 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 الحمد لله، خلص الحمد لله لقيت حدا زيي وشف كمان يا ربي لك الحمد. انا رمضان تستغربي يعني انا يعني لي بجوز 16 سنه متزوجه. بس خلص متعودين، يوم عند اهلي ويوم بيت حماي بطبخ معهم طول الشهر. خلص متعودين، انا وحيده عند اهلي وزوجي برضه وحيد، فدائما عندنا اخوان وخوات. الله يخليك. الله يسعدك. انا وحيد الحمد لله، لا اخت ولا اخ. الله يحطي يخلي لك اهلك واولادك. شكرا حبيبتي. طيب فسمبوسك عند خالته. هي بتكون هي اللي بتعمل هاي الجوب. طيب شايفين هلا الزبده، راح اخذ بس الوجه واخلي الرواسب اللي تحت.
ايش الفكره؟ ما احنا قلنا عشان ما بنحرق، بدناش ينحرق الحليب والمكونات الصلبه الموجوده. حلو. بتصير زي هيك اصلا بيعملوا السمنه، بيقشدوا السمنه. بتعرفي بيعملوا سوري؟ بيقشدوا. بيقشدوا. اه هيك بيقشدوا السمنه. طيب بتعرفي شغله؟ بتنسرك الاشياء البيضاء تحت. اوكي. واعملوها قبل بوقت واتركوها احسن. هي زي طيب. اللي بتصفي حالها بحالها. ايوه بالضبط، بنصفيها يعني بس. طيب يا جماعه خلينا نبلش افرجيكم بشكل سريع. افرجيكم كيف يارا انت معايره هون وقت للكيكه الثانيه؟ انه لا بس انا اطلعت عليها هلا دقيقه عشان بدات ريحتها تطلع. لا لا وبخاف انها تنحرق بس لسة. ما شاء الله شايفه زي ما بتقولي فلافي فلافي شايفه لسه اوكي طريه من جوا. انا هون ما بعرف بحس الفرن حامي من فوق. تمام معناته هلا نرجع للبقلاوه. خلينا نرجع للبقلاوه. تقدروا تعملوا باي صينيه بدكم اياه. انا عملت بصينيه مستطيله، اليوم بدي اعملها هون بهاي الصينيه. بنجيب الفرشايه هاي الفرشايه العاديه اوكي، ندهن تحت. بحسها بدها كثير صراحه. بتشرب بحس. هلا بس تشوفي بجوز ما تاكلي بعدين بس زاكي. طيب هلا رح اجيب دائما الرقائق بتكون طبق كبيره هيك، فقصوها نص يعني مثلا لتسي انه عندنا 20 ورقه بالباكيت. تعملوهم هيك، بتحطوا 10 تحت و10 فوق. حلو. تمام عشان يطلع معنا بهاي السماكه. شايفه اللي انا عاملتهم قد ايه سماك؟ هلا بس انا كاني حاسه تحت طبقه بعدين طبقه كثير من الحشوه بعدين اكثر من طبقه. هي هيك العدد يعني 10 تحت طبقه الجوز بعدين 10 فوق. اوكي هيك. فهلا بتمسكوا هاي هلا بالمستطيله بتقصوا الاطراف، بالدائريه برضه بتكونوا تقصوا الاطراف مثلا هيك عشان تسهلوا على حالكم بالاخر. اوكي استني اقصهم اسهل. انا بدي ارجع استغل كل يلي بداوا يتابعونا ويلي بتابعونا من قبل، شيروا الحلقه وخلي يلي ما حضرها اليوم يقدر يحضرها بوقت ثاني، وما تنسوا انه كمان انتم بتحتفظوا فيها بالاكونت تبعكم ترجعوا لها باي لحظه، واحلى ما في الموضوع بتخلوا كمان كل يلي بحبوكم وموجودين معاكم على مواقع التواصل الاجتماعي يحضروها حتى لو من خارج الاردن. تمام. أسيل بتطلب منك انك تعملي لهم اشياء لاعياد الميلاد، حلويات تكون سريعه وسهله تزبط انه تنحط جنب الكيكه الرئيسيه. اوكي ان شاء الله اكيد رح نعمل. يارا بتعرفي لعبتك بحس تعملينه هون ست اب عيد ميلاد. ست اب نعمل بنعمل ان شاء الله. بيربل لو سمحتي. بيربل اهم شيء من فضلك. أوكي. لون يعني اكون عادي ومزعوجه. لونك المفضل. اوكي طيب هون يا بدلكم تغطوا يا بتشتغلوا بسرعه. هلا هاي بدي احاول قد ما بقدر افرجيكم اياها سريع. اصعب شيء هون بالاستوديو انك تشتغلي وديري بالك ما تخبطي. لا وبتعرفي ايش كمان؟ لا عشان البرد انا بالبيت بكون الاخم لاخمه. ايه اوكي يب تمام اوكي. هذا انت جد انه عم بتشتشيها تشتش. لسه انا هيك يعني ايد ورا وايد قدام زي ما بقولوا. تشوفي تبعوني الحلو العربي. اسمعوا ما تفعصوهم بس هيك حطوهم حط عشان ايش اللي بيصير اصلا. هي كيف هاي العجينه بتنفخ؟ بتصير طبقات الزبده هي اللي زي توسع بالخبيز فبتصير تنفش. بس شوفوا يا جماعه اذا الكاميرا عم بتشوفها اكيد قد ما عم بتعبي يارا زبده. الزبده بجد تحط الورقه عم تسحبها. يعني انا عن جد عم بحاول. في ناس بيديروا دير بدلوها اصلا. بتعرفي في طريقه ثانيه يمكن في ناس بيعرفوها هلا يبعثوا لنا. شفتها انا بيعملوه بحطوا الطبقات كلها فوق بعض بعدين بقصوا وبيشربوا بعد ما تنشوي. بس انا ما عمري جربتها فانا بدي اعطيكم الشيء الاضمن او بالسمنه طبعا. طبعا بس بالسمنه كثير سمنه. هي الاجانب بيعملوها بالزبده. هي اكثر شيء مشهورين فيها على فكره اليونانيين بيعملوها كثير البقلاوه. بتسالك بيسان قديش تخلي القطر على النار يغلي؟ يعني بده انا ما بعرف ليش طول اليوم يعني بياخذ له شيء 10 دقائق لما يبلش هيك شوي تحسي صار يشد. ايوه خلص. اوكي طيب احنا هلا كم طبقه صرتي حاطه؟ يعني هدول تقريبا اللي هم العشرة. تمام اوكي. بتحبي الحلو العربي؟ بحبه صايره جديد مش من زمان بتصدقي. وتذكرت شغله بحب اكلها دائما بالمحلات الاكل العربي. بدي اياكي تعملي لنا اياها. ايش هي؟ اللي بيعملوا مثلا بغزل البنات. وبحطوا بوظه بغزل البنات. عرفتيها؟ صح. فبرضه بركي هاي بسيطه على فكره سهله.
بس بلاش بنجاب جاهز لغزة البقلاوة. انت قلتي قبل شوي انه اليونانيين كثير مشهورين بالبقلاوة، كمان البقلاوة التركية اللي بتكون مع الايس كريم وبتقف. هلا انا وحياة ربي انه نسيت، كنت بدي اجيب ايس كريم واعملكم هاي مع البقلاوة، بس هي ازكى مع بقلاوة الفستق التركية. لسه بدي اسالك انه هن بيعملوا طبقة بتيجي زي الازاز بس بيكونوا اخضر، هي الفستق الحلبي. فستق لا هاي بدها لحالها. هي ازكى مع الفستق، ازكى من مع الجوز يعني. حتى كنت عم بفكر امبارح اجيب معها ايش بلبق ايس كريم، ممكن يلبق نوع ثاني. طب قبل ما نطلع فاصل خليني افرجيكم، خلصت الطبقات اللي من تحت، هذا كله بنقصه بعدين ما تقلقوا. بنحط الحشوه وزي عم بسالوكي على عجينه الكولاج بيقدروا صح ايش يستعملوا هي؟ البقلاوه بعجينه كولاج يس بتقدروا. في اكثر من نوع. انا عاملكم اياها بالفيلو بيستري اشوف هيها شايفه. القطر بخليها شوي تتماسك لما نقسم ما تفرط معنا، لو حطينا سكر لحاله بتصير تفرفت. انا ليه حاطه الماكينه مش عارفه عن جد، حسيتها فاصل بيني وبينك عم تتغلبي بعدين. حسيتها زي الشادر بيني انت عليك. طب مش بعمل ايه؟ طب انت ما شفتيها قبلي يعني؟ قلت انا ما انتوا لكم العجايب بالطبخ وبالاشياء. طيب اوكي، هلا بدنا نرجع نعمل نفس الطبقات اللي عملناها. بعد الفاصل بفرجيكم كان بدي افرجيكم السيجار كيف بنعملها. اوكي ما رح نلحق، لازم نطلع بالفاصل وبنرجع بعد الفاصل مباشره اذا لحقت تعملي لنا السيجار. يلا حطيت الحشوه تطلع بالبريك. يلا ما في مشكله. طيب رح نرجع من جديد طبعا باخر جزء من حلقتنا. ما بعرف حاسه حالي صار بدي فنجان قهوه، صار بدي فنجان كابتشينو يعني. تعملي لي هاي قصصك. والله قصصك وكريماتك. طب افرجيكم بس اخر شيء. اخر شيء هلا هذا بنقص. سوري ما حطيتش، قاعده بقص وانا مش حاطه اخر طبقه. طيب بنقص هاد. اوكي طبعا عم بيقولوا لك اعملي لنا قدره قادر. اوه حاضر، ما اظن يضل حدا ما عملها على طريقتي. بس قدره قادر بحس دائما في عندهم سين وجيم فيها كثير من ورا. سمعي نزلتها ما ضل حدا الحمد لله، يعني كثير قليل الناس اللي ما زبطت معهم. لا خلاص بنعملكم اياها، بنعملكم اياها تكرموا عيوني. تسلموا. طيب هذا من ايمو. اوكي تحبوا تخلوه تاكلوه بصير، بس قرقشوه قرقشوه. في ناس بضبوه لجوا بس بديش تطلع كثير عجينه. حلو. قصدك بيضيفوها بالنص. وهلا انا بدي اقسمها هاي زي اللي انت كنتي عم تحكي عنها، زي القالب المثلثات. تمارا طلع القالب. اطلع لك اياه يا حبيبتي بتقدري ولا بس انا بس بدي اشوف تبع السخون. هيها هون طبعا القالب كنا بالفاصل بنحكي ليارا ريحته صارت طالعه، بس اظن لك موضوع القرفه يارا وين خبيتي تبعون السخون؟ انا خدي هاي خدي هاي ولا اذا ما بتعرفي انا بعمل فيها. وين اطلع لك اياه احطه للقالب؟ هون على الغاز. وهلا هاي خلص يا جماعه بتشوها بتتحمص بتاخذ لون وهي لحالها تستوي. تمام رح احطها الله. هلا بسم الله بيب 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 بيب. طيب اوه شفتوها؟ يلا قولوا تمارا عاطله، هيني عملت لكم كيكه طول النهار كنت تقولوا تمارا ما بتطبخ، هيني عملت كيكه. حدا بيقدر يمسك علي اني مش انا اللي عملتها؟ لا والله ولا حدا. طب اسمعوا افرجيكم رامي بس دقيقه، بدي اقل من دقيقه افرجيهم كيف بنلف هاي السيجار. تاخذوها برضو 10 قطع؟ لا قطعه واحده بس. بس هيها ها تعملوا يعني هيك. ارق بس تدهنوها كامله. اسمعوا هدلاك حطيت فيهم برش برتقان كثير طعمته زاكيه جوا الحشوه. بالحشوه هيك الطريقه اليونانيه. اوكي بتلفوها. شكلي انا حطيت كثير حشوه. بتعرفي ايش مشهور عندهم اليونانيه كمان؟ ايه والفرنسويين رح افاجئك. ايش؟ المكدوس. عن جد؟ اسمعي انا اليونانيين بس الفرنسيين اول مره انا بفاجئك بقصه الفرنسويين، ما انا درست اصلا فرنسي. فبفاجئك انه مره كانت عم تسالنا، اسمها فاليري الدكتوره بالجامعه كانت. فما بعرف شو سالتنا سؤال قلنا لها مكدوس، فانا بقول اكيد ما بتعرف المكدوس. قالت لي باديوك تامارا. فانا مش فاهمه شو باديوك، كنت لسه جديد من
بالمواد. ولا انا مو فاهمه انا زيك. اطلعي برا قالت لي، يعني فادي يوغ اطلعي برا البيت برا الصف. آه والله كان مشاغبه. لا لاني عم بقول يعني معقول بتعرف المكدوس طلع مشهور عندهم. اه فيعني كنت وقتها بدرس بالمزح ما بنمزح معها. لا طيب ناخذ الوصفه، هي لفيناها، خذي الوصفه. يلا ناخذ اخر وصفه، شو هي حتكون؟ حتكون لاتي سبايس لاتي، اللي هو لاتي بالبهارات القرفه والخريفيه مع الجوز برضه. يلا يلا. اليوم لتل بهارات والجوز رح تحتاجوا لمعلقتين كبار من القطر، قطر القرفة تحديدا، ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان من دوبي، معلقة صغيرة من المي، وكوب حليب الروابي، وقطع جوز. هلا شوفي القطر احنا وعم نختم سقيه. اه هلا نسيت المفروض كمان خليت جوز مشان احطه. طيب على الوجه عزيزه. طيب يلا بس انت هلا فرجينا هال كوفي هذا اللي طلع كل البهارات العالم فيه. يلا يلا يلا. بس هلا بشكل عام يعني بتخيل هذا لو الواحد شربه المساء زي بعوضه عن السحلب مثلا بالشتويه. اه كثير دافي وبرفع المناعه. شوفوا شفتوا هذا القطر ما غير عن جد هذا لازم تعملوه. بنحط هيك شيء معلقتين تحت. والله ثقيل. تمام. لا لا قليل، معلقه ومعلقتين قد ما بدكم بدكم تقللوا. يا سريع قد ايه درجه الحراره للبقلاوه؟ تقريبا 200 عاليه. اوكي تمام. رح ناخذ معلقتين من قهوه سريعه الذوبان من دوبي. من دوبي. لا عم فكر بشغله كنت. طيب و اعطي وين المي؟ هي ايش بدك مي للشرب؟ لا هيها خلص. معلقه صغيره من المي. تمام. بتخيل ما رح تحطي سكر. لا خلص شو سكر بقى احنا حاطين قطر. قطر. لا هلا شوفوا وينها تبعتي انا هاي اللي جبتها. هيها في موجودين بكل محلات الادوات المنزليه. هاي اوكي اذا ما عندكم عادي هي بطاريه هاي. بنشغلها ونعمل هذا الفوم عشان الرغوه. هيك منظر حلو. طيب شوفي عم بسالوكي سؤال ضروري تمارا للشيف يارا، كيف بتقدري كميه القطر المناسبه للبقلاوه؟ لانه مره عملتها وطلع كثير القطر عليها. قد ما بتحبوا ما تحطوا كثير. انا مثلا انا ما بحب كثير القطر. تمام. هذا وسخني على فكره. وسختي؟ وسخت حالي. طيب هلا عم تعمليها رغوه انت؟ عم نعملها رغوه بنخلطها يعني. لا تعملوا زي ما انا عملت. يا رب بيروح فكرك عن الابيض. طبعا لا بروح اكيد يعني. ما بعرف بس انا ما كده لازم اقول لك. هذا اللي بعرفه. لازم اقول لك عشان انه بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ لا ما بعرف. بيروح؟ لا بيروح. بالله عليكم حطي خل. طيب شايفين هذا اللي طلع خل. اوكي هلا بنجيب من خل كرم. بنحط القهوه هون. اوه يا رش في لونها، شوفي ما احلاها. على فكره لازم انصحكم انكم تاخذوا كل يوم قهوه سريعه الذوبان من دوبي، غير انها بتجنن بتصحصح يعني الدماغ زي ما بقولوا 100%. الواحد بيجي مصحصح على دوامه. طيب استني بس اخر شيء. هاي طبقتين وين راحت؟ هيني هيني. ايش الطبقه الثالثه؟ الحليب، حليب الروابي. بيكون سخن ولا بارد؟ لا سخن طبعا انا سخنته. وهلا اخر شيء سوري شو لازم يسخن اكثر من هيك. مش مشكله سامحونا عشان الوقت. واخر شيء بنحطها هيك. اوه بتدللوا حالكم هيك بتعمل برزنتيشن لطيفه. حلو. اخر شيء اذا سمحتي الجوز برضه جننتك انا اليوم. اي جوز في هون؟ المكرمل. المكرمل. أيوة. انت بدك ترفع السكر اليوم للي بده يشرب هذا المشروب عن جد. لا بس خلص هيك حطوا جوز عادي ما في مشكله. ها هلا بعدين بتقول لك بدنا بسمه طريقه تعملي لنا العنبر. اوكي ما بعرف العنبر. هي بتقول نرمين كمان اهلا وسهلا فيك وهيني قرات تعليقك. اها شوفوا ما احلى. خلصنا. وين بدنا نحطه؟ على اي جهه؟ حطه هناك بمكان ورداتك مسموح نزيحها. هلا بنقيمهم. يلا اوكي هيدا نحط. بس تعرفي اخذ هداك احط عليه قطر بعد اذنك. يلا بما انه ضل معنا شويه وقت ربع دقيقه يمكن ضايل.
اوكي هلا شوفي يارا بشكل عام بدي ترجعي تذكري كل اللي عم بيتابعونا بشكل سريع ذكرينا شو عملنا اليوم. عملنا اول شيء كيكه الجوز مع تغليفه او كريمه السولتد كراميل كراميل المالح، وعملنا هدول الجوز المكرمل، عملنا القطر بالقرفه كمان، عملناها بطريقتين سواء هيك او هيك، بتحبوا تاخذوها بدون كريمه اعملوها ساده مثل هيك، وعملنا البقلاوه او اللي هي البقلاوه بقلاوه الجوز برضه بطريقه السيجار هيك او بالصينيه مثل ما فرجيتكم، واخر شيء عملنا السبايس لاتيه بنكهه الجوز كمان. يا سلام. اوكي وهلا بدنا نسقيها بقطر القرفه شوي من هذا القطر هيك. اوه هلا اللي بحبوها مغمسه بيقدروا يغمسوا، ممكن خليه على جنب، واللي بده يزيد قطر بيزيد. بالضبط. طبعا انا لازم اذكركم بانه بدي اخذ وحده بدون قطر. يلا بدك وحده بلا قطر؟ لا 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 خلص بمزح. هلا انا بس بدي ارجع اذكر كل اللي بيتابعونا انه لازم يعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، بقدروا يحضروا اي شيء من برنامجنا صحتين وهنا، وما تنسوا كمان انكم تعملوا سبسكرايب وتتابعونا، وبكبسه الفولو على الانستغرام بتقدروا تحضروا كل شيء بيروح عليكم تنزل. كيف بس رامي لذيذه يا يارا صح؟ سحبتيها من قدام. يي سوري انا اسف يارا، احنا عن جد اليوم كثير انبسطنا ما شاء الله عليكي. لكم العين بتاكل قبل. الحمد لله مش معقول السيت اب شو حلو. شكرا شكرا. اتركك تنظمي ورقك وورداتك وقصصك عشان تنهوار. وبهيك صارت حلقتنا لازم تخلص. يارا رح تشوفكم يوم الاثنين اكيد مع زميلتي فانيتا ان شاء الله اللي ورا. انا رح اشوفكم يوم السبت مع هنوش. الله يكون معاكم ان شاء الله.